ما تقلقيش يا طارق، ان شاء الله ازمه هتعدي. الاثنين اللي ماتوا دول احنا مالناش دعوه بيهم نهائي، لازم نقف ناخد عزاهم. اخوكي عمره ما عمل حاجه وحشه، دول من جبروتهم حابسين في معسكر الامن اللي كان شغال فيه، دول لو قاصدين يكسروا نفسه مش هيعملوا كده. انا بحب العساكر وبحب المكان ده كل حته حته، شايف الواد الغاب اللي هناك ده برضه بحبه اخر رغبه غابه وتدي كلها. عقلي جوزك وخليه يسترجل وفهميه ان انتوا ولايه والاذيه ليها الف باب. طب انا بيه معايا المفتاح، هكسر الدولاب ليه؟ المفاتيح مفاتيحك والعهد عهدتك، اتجار في مواد مخدره وقضيه اختلاس، عارف عقوبتها قد ايه؟ على الاقل 15 سنه. انا عاوزك تمسك القضيه دي يا صلاح، القضيه خطيره جدا ومحتاجه واحد شاطر. ان شاء الله هكون عند حسن صام ساعتك يا فندم. دم ابنك وحقه في رقبتي يا سنان. الله، هو تامر بيه غريب ولا ايه؟ ده هو صاحب الليله كلها يا عم الحاج. شده وهتزول ان شاء الله، ما تزعلش نفسك. ده لولا ان الدعاء على الناس جوه الحرم حرام كنت دعيت عليه لما شبعت. انت بقى سليم الانصاري؟ واضح ان الجماعه هنا بيحبوك قوي، طمرت فيهم العشره والزماله. انا كمان عملت حساب الزماله وقلت قبل ما اقدم التقرير للنيابه أبي أعود معاك، أظن هداني العيب. أنا صلاح الطوخي للتفتيش، سمعت عنك كتير بس عمرنا ما تقابلنا. طيب كويس إنك سمعت عني، معنى كده إنك عارف طريقة شغلي كويس قوي. قولي بقى، تقتلت الولد ليه؟ صلاح بدك تسمعني مش كده؟ ده حقيقي جاي اسمعك. ازاي وانت جاي حاسب قضيتك اللي انا قتلته؟ عاوز اقول لك على حاجه يا سليم. انا بقالي 48 ساعه ما ورايش غير قضيتك. انت عارف ان شغلنا في التفتيش خلانا نقابل نماذج كتير من الضباط الفاسده واللي بيتجاوزوا اللي زي سعادتك. وده ادانا خبره في التعامل معاهم. وللأسف كل الأدلة بتقول إنك أنت اللي قتلت الولد ده. أنا ما قتلتوش، والخلافات اللي كانت بيننا كلها خلصت في ساعتها وإحنا قاعدين. ما هو الكلام ده أنت قلته في النيابة. طب كويس أنت سمعته. أيوه بس أنا مش جاي لك عشان أستهلك وقتي في كلام فارغ زي ده. ولما أنت شايف إن هو كلام فارغ تعب نفسك وجاي تسمعه ليه؟ أنا جاي أديك فرصة أخيرة يا سليم عشان تدافع عن نفسك قبل ما أقدم التحريات للنيابة. وأنا اللي حصل قلته، ما عنديش حاجة تانية أقولها. سليم بطل الحركات دي بقى عشان ما بتاكلش معايا. أنا مش فاهم أنتوا ليه عايزين أعترف بحاجة ما عملتهاش. أنا خليني معاك وهفترض إني مصدقك، بس إديني دليل واحد على كلامك ده وعلى إنك بريء، وأنا أقسم بالله وبشرفي هساعدك. أنا ما قتلتش حد ومش عارف انتوا ليه مش عايزين تصدقوني. انت عاوزني اصدقك واكذب كل الشهود والأدلة؟ الشهود كلهم زور والأدلة دي كلها متلفقة. يا سليم انت معروف عنك انك أعنف ضابط في الداخلية، بأمرة عاشور اللي رحت تجيبه وقتلته. عاشور كان لسه قاتل ضابط زميلي وكمان كان قاتل عيل صغير. طب والواد اللي انت ضربته في الصف وكان هيموت في ايدك برضه كان قاتل زميلك؟ وحمادة تايسون اللي جرجرته في الشارع وسحلته زي الحيوان ده برضه كان قضية متلفقة؟ هو انتوا عايزين تحاسبوني عشان بعمل شغلي صح؟ طب وزياد؟ زياد كان جاي يبلغ على ابن لطفي ابو المجد. تامر ابن لطفي ابو المجد اثبت وبشهود انه ما كانش موجود وقت الحادثة في القاهرة، وان عربيته كانت بتتصلح في نفس الوقت. كذب، كل ده كذب، وانا شفت الفيديو بنفسي. هو فين الفيديو؟ ما اعرفش. مين خده؟ ما اعرفش. انا بقى عارف يا سليم، عارف ان اللي زيك عامل زي السرطان موجود في وسط الداخلية عشان ينتشر ويكبر، تجاوزات تكتر. بقولك يا سليم، انا عملت اللي عليا، من بكرة الصبح التقرير هيكون في النيابة، وعايز اطمنك اني مطمن قوي اني ما ظلمتكش. لا مؤاخذة يا فندم،
حدش بلغني الساعه 2 النهارده. هو الباشا متهم ولا نازل في اوتيل؟ على فكره هبعت بكره حد من التفتيش يفتش عليكم، ولو التجاوزات دي كانت موجوده هتحولوا كلكم للتحقيق. حد فيكم صدق اللي حصل؟ يعني ايه؟ خلاص؟ زياد بخت مش هنشوفه تاني؟ الله يرحمه. هنقعد نعدز ونقلول طول النهار مش كده؟ احنا في ايدينا ايه يا ابني نعمله؟ في ايدينا كتير. نقلب الدنيا، نفضحهم، نخلي كل الناس تعرف اللي حصل لزياد. الحكاية مش سهلة كده يا عم رامي. أنا عارف يا مصطفى إنها مش سهلة. بس برضه احنا مش قليلين. ولا زياد الله يرحمه كان قليل. من بكرة الجامعة لازم كلها ما يبقاش وراها سيرة غير زياد. وفيسبوك وتويتر لازم يتقلب. يا ابني جامعة ايه اللي انت عايز تقلبها؟ ولا فيسبوك وتويتر بالسهولة اللي انت متخيلها دي؟ خصوصا ان كل واحد فينا كل اللي عنده هو كام فريند وخلاص. يعني من الاخر يا عم رامي احنا كاننا قاعدين بنفضفض سوا كده على القهوة. بقول لك يا هيثم بس كفاية احباط بقى والكلام اللي بتقوله ده. قلت لك احنا مش قليلين على فكرة. وبعدين احنا مش لوحدنا. يعني ايه مش لوحدنا؟ بقول لكم ايه؟ امبارح بالليل بعت كذا حد من مشاهير السوشيال ميديا بتوع فيسبوك وتويتر الناس دي. وكذا حد فيهم متحمس جدا. عايزين بس يعرفوا ايه اللي حصل وشويه معلومات عن القضيه هيشتغلوا عليها. معلومات ايه دي؟ مات ازاي؟ ايه المشكله بينه وبين الظابط؟ نسبه ان زياد كان ليه نشاط على السوشيال ميديا عشان كده قتلوه. بعدين؟ وفي حاجه تانية مهمه جدا. النهارده بالليل في هاشتاج هيظهر اسمه سليم الانصاري بلطجي. على بكره ان شاء الله باذن الله هيبقى ترند في مصر وممكن الدنيا كلها. يا احمد ده راجل فاسد. وشغل القنوات الفضائيه المحترمه اللي زيكم انها تكشف الفساد ده؟ والداخليه تزعل منك ليه؟ بص يا احمد انا عندي معلومه من جوه الداخليه ان هما ناويين يضحوا بالظابط ده عشان يهدوا غضب الشارع. يبقى ايه الاحسن؟ انتوا تتكلموا في الموضوع ويبقى قمتوا بواجبكم. واحنا في المجلس نتكلم في الموضوع ونبقى قمنا بواجبنا. والداخليه تستجيب للضغط وتبقى قامت بواجبها ولا ايه؟ والناس كمان تعمل واجبها انها تفرح بكل اللي حصل ده. صح كده؟ بص يا احمد انت عارف ان انت اخويا ومصلحتك تهمني. انا عارف ان كل المحطات هتتكلم بكره في الموضوع ده. وبصراحه كده ما تزعلش مني يبقى شكلك وحش قوي لما تبقى انت الوحيد اللي بتطرمخ. وبالذات ان احنا عارفين اللي فيها. كده كده الظابط ده هيتذبح زي خروف العيد. عيش حبيبي. سلام. طبعا انت اكتر واحد مبسوط باللي بيحصل ده ضربه ومعلم في جتتك. ربنا يخليك لينا يا باشا. طبعا مبسوط بس الانبساط بقى اللي بجد يوم ما اشوفه مشرف في السجن لابس الازرق. يا ساتر هيحصل ما تقلقش هيحصل. بس في حاجه واحده مش فاهمها سعادتك. حاجه واحده بس؟ انت منين انت بتفهم اي حاجه يا سمير؟ ايه هي الحاجه؟ منين سعادتك في البداية كنت مانعني عنه؟ منين لا مؤاخذة دلوقتي بتحفر له بقلبي كده؟ أشرح لك ولو إنك حمار مش تفهم حاجة. سمير أنا رأس مالي كله في اسمي. أي شوشرة على الاسم ده تهد اللي أنا ببنيه بقالي سنين. الراجل ده جاب سيرتي كتير من يوم ما ضربك. أحسن حاجة تعملها عشان تهد الكلام ده إيه؟ إنك تهد في اللي قاله. ساعتها الكلام ده كله ما بقاش له قيمه. يعني واحد مرتشي وقتل قتله لما اتكلم عني انا حد هيسمعنا؟ لا طبعا. فهمت بقى انا بعمل كده ليه؟ طب وسعادتك ما عملتش كده من الاول ليه؟ عشان مش حمار زيك. ساعتها كان هيبقى شكلها مفضوح رد فعل اللي هو بيقوله. انما دلوقتي حاجه وقعت في حجرنا جات لنا من السما نسيبها؟ احنا موضوع ولا يخصنا ولا لينا فيه. احنا بنعبر عن نبض الشارع، عن الناس اللي انتخبتنا عشان نكون لسانهم. فهمت؟ دول كأنهم بيغشوا من بعض، كلهم بيكلموا على سليم وكاتبين نفس الكلام. ربنا اكبر من كل يا بنتي. ابي يا ماما بس هم كده بيحاكموه حتى من قبل ما الحقيقه تظهر. ربنا يستر بقى وما ياخدوش بكلامهم بكره في النيابه. معقولة يا سلمى يعني النيابة هتاخد بكلام الجرايد يا بنتي؟ أنا عارفة بقى
ده كله غير فيسبوك وتويتر، كله بيفتي وخلاص، كلهم بيتكلموا على سليم كأنهم شافوه بعينيهم. بكرة إن شاء الله لما الحقيقة تبان كل ده مش هيبقى له أي قيمة. أنت مش بتقولي المحامي طمنكم؟ آه بيقولي. ربنا يعدي لمنها على خير. أخبار خطيبك إيه؟ معقولة يختفي في الظروف اللي إحنا فيها دي؟ لا هو بس عنده شغل كتير يعني في البنك الفترة دي، فبيفضلوا مسهرين لحد بالليل. طب حتى يسأل علينا بالتليفون، فريدي محتاجين حاجة. ما هو بيكلمني على طول وبيقعد يطمن عليا وكده. أنا بس اللي مش عايزة أتعبني. بعدين أنت عارفة يوسف يعني، ولا بيحل ولا بيربط وبيغرق في شبر مية. ربنا يرجعك لينا بالسلامة يا سليم يا ابني، وما يحوجناش لحد غيرك أبدا. فكرة سيادة اللواء، أنا رحت عشان أسمعه عشان أديله فرصة يدافع عن نفسه وأحس إن ضميري مرتاح وإني ما ظلمتوش، لكن هو الجاني على نفسه. أنا آسف يا سيادة اللواء، أنا عارف إن الحكايات دي بتقلب عليك المواجع، لكن أنت عارف كمان إن أنا ما بعملش أي حاجة في حياتي غير لما باخد رأيك فيها. وعايز اقول لك على حاجه كمان يا سياده اللواء، طول ما انا في مكاني ده مش هسمع لاي حد في الدنيا يحصل له اللي حصل لك. انا اسف جدا على اللي بيحصل ده يا سليم بيه، بس انت عارف صلاح بيت اخي ده نمكي، وطالما قال انه هيبعت حد يبقى كده هتلاقي اي حد من عنده نطط لنا في اي وقت. معلش انا هتربس عليك الباب من بره بالقفل، بس العسكري هيبقى واقف بره طول الليل، انا هنبه عليه ما يتحركش. لو احتجت اي حاجه بقى نادي عليه. يا باشا باذن الله بكره هتتعرض على النيابه، ان شاء الله هتاخد اخلاء سبيل. بعد اذنك. يعني انت مطمن للكلام ده صلاح وواثق فيه؟ يا فندم الموضوع واضح تماما، مفيش فيه اي لبس، وفكره ان العالم كله متامر عليه دي فكره ما تدخلش العقل، مفيش عليها اي دليل. ده غير يا فندم ان احنا كده هيبقى شكلنا وحش قوي قدام الراي العام وقدام النيابه، خصوصا ان احنا مقدمين محضر في صفه. وانا عارف ان المحضر ده مش هيساعده قوي يعني في النيابه، ولان النيابه مش هتعترف بالمحضر ده لانه لا يعبر الا عن صفه صاحبه. عندك حق طبعا. أنا قلت أقدم لسعادتك المحضر الأول قبل ما أوديه رسم للنيابة. ماشي. أنا موافق. متشكر يا فندم. بعد إذن سعادتك. اتفضل. يعني أنت بدل ما تيجي تشوفنا إذا كنا محتاجين حاجة، قاعد قدام التلفزيون تتفرج على سليم وهو بيتشتم ظلم؟ يعني إيه مش قادر تشوفني في الحالة دي؟ يا ابني حس على دمك شوية. أنت خطيبي شوية وهتبقى جوزي اللي أنا بتسند عليه. يعني هتيجي بكره النيابه ولا لا؟ انا عارفه ان كله بتسهيل ربنا، بس انا دلوقتي بسال هتيجي بكره النيابه ولا لا؟ مش عارف. خلاص اوكي يوسف، متشكره جدا. لحد امتى؟ لحد امتى هيفضل الظلم والقهر وسلب الحياه حتى هو مصير اي حد يفتح بقه ويتكلم ويزعل الباشا الظابط؟ زياد ما غلطش يا معالي وزير الداخليه، وما كانش مجرم ولا بلطجي عشان يروح مننا في عز شبابه على ايد ظابط معقد ومكلكع نفسيا بيطلع عقده على خلق الله. زياد كان مصري زينا كلنا، ومحدش فينا هيسكت ابدا على اللي عمله فيه واحد من رجالتك يا سياده الوزير. احنا ما بنقولش ان جهاز الشرطه كله مدان، بالعكس جهاز الشرطه فيه رجال شرفاء ظباط شايفين شغلهم على اكمل وجه، لكن انتوا وعدتونا وقلتوا هنطهر نفسنا بنفسنا وطلبتوا مننا ان احنا نساعدكم، واحنا اهو بنحاول نساعدكم، بنشاور لكم على موطن المرض. يا سيادة الوزير، عندك وسط رجالتك ظابط فاسد اسمه سليم الأنصاري
بيتعامل مع مصر كلها على انها عزبه ابوه ومش همه اي حد. يا ترى بقى هتوقفوا بعضكم معانا؟ يسلم فمه على ايه؟ حط الزفت ده شويه. حاضر يا اخويا. استنونا بعد الفاصل. انا نازل. نازل رايح فين؟ نازل مع صحابي تحت في الشارع. ليه؟ مالكش بيت لامك؟ وراكش مذاكره؟ ما عندكش مدرسه تنام لها بدري عشان تصحى جتتك فايقه؟ خلصت مذاكرتك خلاص؟ اه خلصت مذاكره. خش ياض اتخمت جوه ياض، اعمل اي حاجه مهمه، مفيش نزول، هتقف مع عيال ساعه على النواصي؟ خش ياض جوه ياض. ايه يا اسطى؟ ما بالراحه على الواد شويه يا اخويا، مالك حاطه في دماغك كده ليه؟ في ايه يا ايام؟ في ايه؟ بربيه. عاجبك انه ينزل يقف على عيال الصيع على النواصي تحت؟ لا يا اخويا. طب بقول لك ايه؟ والنبي يا حوده ما تنساش بكره ميعاد ياسين في المستشفى عشان نقل الدم يا اخويا. والنبي ما تنسى يا حوده. لا حول ولا قوه الا بالله. لا مش ناسي. لا حول ولا قوه الا بالله. علي الزفت ده شويه. شكلك يا جحش ولا ايه؟ قطع لساني يا حاج، ده اللي عندك يزيد ما يقلش. بس انا المؤاخذة عملت اللي عليا وزيادة حبتين، ولحد دلوقتي اللي خط ابيض ولا اسود. بتتلم زناتي في ايه؟ يعني تفتكر عمك الحاج هياكل حقك ولا ايه؟ ما اكيد برضه هيحلي لك بقك. لا يا حمام بيه، يحلي لي بقي دي لما اكون جايب نتيجة الاستاذ في الثانوية العامة. لكن لولا اللي انا عملته كان الاستاذ راح في حديد. احنا عارفين يا زناتي ان انت عملت كتير، وعمك الحاج برضه سيد من يقدر. ما انا عارف يا متر، بس انتوا برضه قدروني. انا في رقبتي دم يا ناس، ويعلم ربنا هيحاسبني ازاي. طب عليا الطلاق من بيتي، لولا غلاوه سيدي الاستاذ ما كنت عملت كده ابدا. بس انتوا ما تعرفوش غلاوته عندي عامله ازاي. هات من الاخر يا زميلي. عايز ايه؟ 1,000,000 جنيه. كام يا زلاتي؟ 1,000,000 جنيه يا حاج. نعم وحط امك. انت اتجننت ياض ولا ايه؟ اتجننت ليه يا عم الحاج؟ كتير 1,000,000 جنيه على ابنك الوحيد؟ وبعدين هو انا يعني هاخدهم لوحدي؟ ده لسه فيه رفاعي وتايسون وبلا ازرق. وبعدين انت تاجر يا حاج وفي السوق وسيدي اللي عارفيه. من بعد ما عومه جنيه والدنيا بقت في الطالع. ما تخافش يا زلاتي، انت ابننا برضه لازم تكون مرضي. بس نستنى البكرة لغاية ما نشوف ايه اللي هيحصل في النيابة. اتفقنا؟ اتفقنا. أكيد بيحاول يعني يتصرف. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هيروح معانا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والراجل الظالم مش مستكفي باللي عمله فيا، كمان مش عايزني ادافع عن نفسي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خايف يا ابراهيم لا يعمل حاجه في بنت من البنات. تخافيش تخافيش يا سميحه، انا هتصرف. هتتصرف ازاي يا اخويا بس في الشده اللي انت فيها دي؟ ما تخافيش يا سميحه، كلها شويه وادخل لوكيل النيابه بس لما يخلص اللي عنده، وساعتها ربنا يحلها من عنده ان شاء الله. يا رب. يا متر مفيش داعي تضيع وقتي وقتك اكتر من كده. انا سايبك تتكلم من بدري، بس انت بصراحه يعني معطلني بدون اي معنى.
تقرير الطب الشرعي وتقرير المعمل الجنائي كلهم متفقين على حاجه واحده، والبيه مش قادر يثبت ولا كلمه من اللي بيقولها. كل ده في 4 ايام، طب شرعي ومعمل جنائي وتحريات، ده ايه السرعه دي كلها؟ ايه مش عاجبك الناس شايفه شغلها ما يرضي الله ولا ايه؟ موكلي يقصد ان سرعه الاجراءات بالشكل ده بتتماشى مع فرضيه الكيديه والتربص اللي احنا بنقولها لسعادتك. الكلام ده بقى تقوليه في المحكمه يا متر، ولا انا اشك ان في محكمه ممكن تاخد بالكلام ده؟ الموضوع واضح زي الشمس. اكتب يا ابني. يعاد المتهم الى محبسه وترفع اوراق القضيه المرفق بها ادله الثبوت الى معالي المحامي العام للبت في تحويل المتهم الى محكمه الجنايات. ماشي يا شبح. الله وانا هفرح فيه ليه يا جدع؟ ربنا يستر عليه وعلينا. طب ابقى طمني. سلام. سلام يا غالي. الزبون اتحول الجنايات شكلها هتلعب معانا قد الفقريه. الله يا خوفي بعد ده كله يطلع نقبنا على شؤنا وناخد صابونه من لطفي ابو المجد وتبقى خلصانه في صبانه. صابونه مين يا بقف؟ ده انا معاك كوم اللي بيقش الهيدو اللي فيه الواد ابنه وبيضرب البت بالعربيه. يعني ما ينفعش خالص. وبعدين؟ ولا قبليه. جه الوقت اللي لازم ناخد فيه حقنا من لطفي ابو المجد. بقول لك ايه؟ انا طلبت منه 100,000 جنيه. هديك نصها. انت اخويا. مرضي يابا. كده بقى تبقى خلصانه في ابو قاسم. خلي بالك من البنات يا سميح، ربنا يقويك على حملهم. معلش يا سميح، انا شايلتك حمل تقيل وانت مش ناقصه. ما تقولش كده يا ابراهيم، انا قدها وقدوتي يا اخويا. انت والبنات فوق راسي وجوه عينيا. ربنا يفك كربك قادر يا كريم يا رب، وترجع بيتك تنور من تاني. ابراهيم سعيد السني. ايوه. تعال. خلي بالك من نفسك والبنات يا سميح. ها؟ وحياة حبيبك النبي ما تزعلي منها سميح. خلي بالك من البنات. الطريقة دي هتضرك مش هتفيدك يا ابراهيم. قول أي حاجة قبل ما أقفل المحضر على كده. هو ده كل اللي عندي يا بيه. قلت اللي عندي كله لسعادتك. واتهمك لحسن الطبع ورجالته. يا بينا ما بتتهمش حد. أنا ما شفتش حسن الطبع وهو بيسرق. الله اعلم بقى بيه مين اللي سرق. يعني انت بتعترف بسرقتك للعهد؟ لا يا بيه انا ما سرقتش حاجه. وفي نفس الوقت يا بيه ما شفتش مين اللي سرق الدولاب، الله اعلم. امال مين اللي سرقها يعني؟ الله اعلم يا بيه، ولاد الحرام كتير. لاخر مره يا ابراهيم، الطريقه دي مش في مصلحتك. انا عايز اساعدك. قول لي الحقيقه. يعني اكذب يا بيه؟ هو ده اللي حصل بالظبط يا بيه. انا كنت عند المريض ورجعت لقيت الدولاب مكسور والحاجة مسروقة، ولا شفت مين اللي سرق ولا أعرف حاجة يا بيه تاني. كده؟ أنت حر. اكتب يا ابني. أوي بقى. صباح الجمال يا معلم. نهارك بيضحك يا برنس الليالي. إيه يا زهرة أنت مالك فرحان ليه كده؟ الله. أمك جالي عريس؟ إبراهيم يا معلم. ابراهيم هيتجوز امك؟ يا ريت اسمع من بقك ربنا. مال في ايه يا ادمت انت؟ ابراهيم مال؟ حولوك جنايات يا معلم، حولوك جنايات. ايوه. كده بقى تبقى الزياره اللي عملناها لمراته جابت نتيجه. ربنا يتولاك برحمته يا ابراهيم. مش لازم افك خلاص، خلصت. يلا روح. نروح فين بس يا سيدي؟ احنا ما صدقنا الظابط وافق ان احنا نيجي نشوفك شويه. هتلاقي التعليمات لسه ما وصلتلوش. تعليمات ايه بس يا ابني؟ الراجل بيتعامل معاك وعامل حساب انك كنت زميله في منتهى الادب والذوق. معلش كل ده شويه هيتغير. في ايه يا سيدي؟ ايه الطريقه اللي بتتكلم بيها دي؟ انا عمري ما شفتك مستسلم كده. عشان انا عمري ما دخلت ممكن يحصل لي كده. لا مال مش كده؟ ربنا ينتقم من كل حد يفكر ان هو يأذيك كده ضنايا. بس انت قول يا رب، قول يا رب ربنا ينصرك. حلو، حلو قوي 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 الكلام ده. ماشي، خليك عندك انت وبلغني اول باول. سلام. خير يا متر. مبروك يا حاج. النيابه امرت بتحويل القضيه للمحكمه. واللي افندي سليم ده هيتحاكم بتهمتين، قتل زياد والرشوه. ده غير بقى يعني شوية تحابيش كده من تهم على جنب. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب.
وما انزحت يا حاج؟ لا احمد لسه ما انزحتش. انا مش هطمن ولاده لما القضيه دي يتحكم فيها. وحياتك وغلاوتك عندي اللي هيتحكم فيها. وانا بقول لك اهو من دلوقتي لو جابوا 20 محامي القضيه دي اتقفلت ضبه ومفتاح. اهدى شويه يا متر. الحكومه ممكن جدا قدام تترمخ على القضيه. مفيش حاجه صعبه على الحكومه. وفي الاخر ده ظابط يعني راجلهم. انسى يا حاج، الحكومه خلاص قررت ان هي تقرا الفاتحه على روحه. وبعدين صعب قوي يعني ان هي تترمخ على الموضوع بعد الهيصه دي كلها. الناس بتنسى حماد، الناس بتنسى. ده يا حاج، امال احنا بقى لازمتنا ايه؟ فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعدين بقى انا ابتديت بواحده النهارده. واحده؟ واحده ازاي يعني؟ خليت الرجاله عندي في الدايره يلموا شويه ناس ويطلعوا على سرايا النيابه، يعملوا لهم يعني شويه قلق وهيصه هناك كده عشان لو بيفكروا يلعبوا بديلهم كده ولا كده يراجعوا نفسهم. ايوه بس الناس دي هتروح تقف قدام النيابه بصفتهم ايه؟ ده كلام برضه. مواطنين شرفاء متعاطفين مع قضيه الواد، ده غير ان هم مستهين جدا من تجاوزات الشرطه، والشعب كمان لازم يقول كلمته. يا حريه فينك فينك؟ يا حريه فينك فينك؟ ايه الانصاري بيننا وبينك؟ ايه الانصاري بيننا وبينك؟ ايه الانصاري بيننا وبينك؟ ايوه يا فندم. وامل معلك سعادتك، انا اسف بس سعادتك بس الدنيا عندنا هنا خربانه خالص. لا في تجمهرات يا فندم واحنا مش عارفين نعمل معاها ايه، ما كناش عاملين حسابها. تمام يا فندم تمام. انا اسف جدا يا سليم بيه، بس معلش نضطر نطلع فوق تاني. انا اسف يا فندم. لا يا ابني ما تتاسفش، كتر خيرك على كل اللي انت عملته معايا. معلش اتفضل اتفضل يا سليم. ربنا معاك يا ابني. يا سليم حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يفكر يمسك يا سليم. وقف المتهم انت وهو عشان نتمم العدد. تسليم بيه الدنيا مقلوبه عليك بره. انا اسف جدا بس انا اضطر احضرك مع المتهمين اللي خارجين من النيابه. شوف شغلك يا باشا. اول ما الدنيا تهدى كل حاجه ترجع طبيعتها. أنا اللي أسف. اسمع كلامي انت. طب اطلع. اطلع فين؟ اطلع. هنموت. نط بقى. هنموت.